فاقرا الخبر البدايه مع نهارك زملكاوي واخبار ماتش النهارده طبعا المرتقب للزمالك في دوري ابطال افريقيا امام سجرادا الانجولي. طبعا تخصيص مسؤولو نادي سجرادا 100 تذكره للبعثه المصريه في انجولا لحضور مباراه الزمالك امام بطل انجولا والمقرر ليها النهارده الساعه 6 مساء باذن الله في الجوله الثانيه لمباريات دور المجموعات لبطوله دوري ابطال افريقيا.